مساء الخير. على تغير مؤشرات أسعار النفط، العالم كله بيرقص، لكن بعض الدول بترقص فرحا ودول أخرى ترقص ألما. دول المنطقة سواء كانت مصدرة للنفط أو حتى غير مصدرة لأنها تستفيد من عوائد أو من الخيرات اللي بتعود إلى الدول المصدرة، ترقص ألما ومتأثرة بشدة بهذا الانخفاض الكبير اللي وصل لحوالي 60 دولار في البرميل الواحد خلال سنة أو سنة وشوية. إحنا نقدر نفهم كتير جدا نتيجة هذا الانخفاض كتير من الأحداث اللي بتحصل حوالينا في المنطقة سواء سياسيا واقتصاديا. النهاردة هنركز على التغيرات الاقتصادية خصوصا في منطقة الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية، وهقول لحضراتكم ليه المملكة العربية السعودية تحديدا، لكن هنشير أولا قبل ما نتكلم على الاقتصاد إلى تغيرات سياسية هي مرتبطة ارتباط كبير بأسعار النفط. كتير من التصرفات اللي بتجري في المنطقة والتحالفات والتجاذبات والتنافر في المنطقة قائم لسبب مباشر، وهو انسحاب الولايات المتحدة أو رغبتها في الانسحاب في المنطقة، زي ما أعلن أوباما أكثر من مرة وعبر في أكثر من حوار أن الولايات المتحدة لديها اهتمامات أخرى، وقال بشكل مباشر وغير مباشر أن المنطقة بقت عبء على منطقة الشرق الأوسط، بقت عبء على الولايات المتحدة، وأنه يفضل أن يعطي اهتمامه لمناطق أخرى وخصوصا منطقة شرق آسيا. الحقيقة أن السبب الرئيسي لهذا الموقف اللي هو ما زال موقف نظري إلى حد ما لأنه ما زال موجود، سببه هو تضاؤل اعتماد الولايات المتحدة على النفط، اللي بيغير من سياسة الولايات المتحدة تقريبا من بعد صعودها كقوة عظمى في الحرب العالمية الثانية. كان أحد هواجس أي رئيس أمريكي هو تأمين الإمدادات النفط سواء لبلده اللي هي الولايات المتحدة أو الحلفاء زي اليابان وزي أوروبا، ومنع هذا البترول أو الضغط منع تدفق هذا البترول بقدر الإمكان إلى خصومه زي روسيا زي الصين. لما حصل الفترة الأخيرة في الثلاث أربع سنوات وتحديدا بداية من 2009 و2010 اللي هي الوفرة في المعروض من النفط اللي هو الصخري اللي هو بتنتجه الولايات المتحدة، وحصل أنه وفرة في المعروض من دول كتيرة أدت إلى انخفاض النفط زي ما شرحنا في حلقة أسباب ارتفاع انخفاض أسعار النفط. كل ده أدى بالنهاية أن الولايات المتحدة تشعر أنها لم تعد في حاجة ماسة إلى بترول المنطقة، ولديها ما يكفيها، ولدى حلفائها ما يكفيهم، أو على الأقل قدامهم فرص متعددة لاستيراد النفط من موارد مختلفة. النتيجة أن اهتمام الولايات المتحدة ضعف أو قل إلى حد ما، وأحيانا يعني يبالغ الرئيس أوباما فيقول إلى حد كبير أنه اهتمامه بالمنطقة قل إلى حد كبير. الرسالة دي اللي وصلها لكل دول الخليج واستقبلها كل قادة دول الخليج في الكويت وفي الولايات المتحدة وفي الإمارات وفي قطر، دفعتهم دفعا انه يبتدوا يفكروا في بدائل بعيدا عن التدخل الامريكي اللي كان بيقوم بدور الحامي والضامن لكل الامن القومي لكل هذه الدول. وكانت الرسالة عنيفة جدا لما وصلتهم في يوليو الماضي بانه مش بس ان انا مش مهتم بالتدخل في المنطقة والحفاظ على التعهد فعليا بالحفاظ على امن هذه الدول، ده كمان ابتدى يلقي بشباكه ويغازل ايران بعد صفقة البرنامج النووي الايراني المعروفة اللي تنازلت ايران عن تطوير برنامجها النووي في مقابل قبولها ورفع الحظر عنها والتعاون معها زي ما كل حضراتكم عارفين. ودول الخليج فهمت الرسالة دي بأن هو باع هذه الدول أو ابتدى يعني لا يظهر يتراجع في تعهداته بحمايتها ودعمها والتعاون معها. البديل إيه؟ أن كل واحدة من حلفاء المنطقة حبت أن هي تسعى لتأمين حدودها ومصالحها بطرقها الخاصة، إذا كانت تركيا، إذا كانت مصر، إذا كانت دول الخليج، ودول الخليج جزء من هذه اللعبة. فابتدت لما نيجي نشوف تحركات السعودية مثلا ومعاها باقي دول الخليج بتتحرك إزاي في الفترة الماضية، عاوزة تسعى أولا أن هي تجيش، أن هي تعتمد على نفسها عسكريا. ولاحظنا أنه في الفترة الأخيرة
تقريبا وبشكل غير مسبوق دول الخليج بتتدخل عسكريا في كثير من الملفات اللي بتهدد أمنها، هي بتتدخل بنفسها بقوتها بجنودها بأبنائها. يعني مثلا في اليمن بنلاقي أن السعودية بتقود تحالف قوام دول الخليج بالإضافة إلى حلفائها الآخرين، بنلاقي أن دول الخليج تدخلت في الملف الليبي زي قطر مثلا، بنلاقي أن دول الخليج شاركت في التدخل في الملف الليبي زي ما الإمارات دعمت مصر فيه، وإن لم يكن هذا معلن، بضرب المتطرفين وداعش الموجودين في ليبيا. بنلاقي أن دول الخليج راغبة في أنها تتدخل إذا ما قادت الولايات المتحدة أو باركت الولايات المتحدة هذا التدخل في سوريا عسكريا، فضلا عن تكوين أكثر من تحالف خد أكثر من شكل، تحالف قوات عربية، تحالف القوى الإسلامية. كل ده في النهاية معناه الأساسي أن هذه الدول التي تشعر بقلق شديد جدا على أمنها في غياب المعادلة القديمة وهو ضمان الولايات المتحدة الأمنية ضد أي أخطار تسعى لأخذ المبادرة بحماية نفسها بنفسها. ده على المستوى السياسي. وده يفسر لنا حاجة مهمة بتشغل بعض أبناء الخليج، ليه دول الخليج مصرة على دعم مصر ماليا بشكل كبير جدا وتساعدها استثماريا وتدفع لها معونات وتضع في بنوكها ودائع. الواقع أن هذه الأموال الضخمة، وهي كميات ضخمة جدا من الأموال، ذهبت إلى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، لكن هذه الأموال الحقيقة لا يدفعها قادة دول الخليج فقط بدافع الأخوة والمحبة، لكنهم يدفعونها أيضا لحاجتهم الشديدة لتكوين تحالف من كل الدول القوية والمهمة لدعمهم أمنيا، وهم يدركون أن وجود مصر عافية متعافية وسليمة وقوية وقادرة على دعمهم في مواجهة الأخطار المختلفة وعلى رأسها الخطر الإيراني يستحق كل هذه الأموال. عموما ده جانب هنتحدث عنه لاحقا بشكل مستفيض، لكن الجانب الأساسي اللي احنا بنركز عليه النهاردة التغيرات الاقتصادية. احنا اتكلمنا في حلقة سابقة برضو كنا بنتكلم فيها عن سر انخفاض النفط أو سر انخفاض أسعار البترول، ازاي انه انخفاض أسعار البترول أدى إلى تغيرات اقتصادية كبيرة في دول الخليج، ولقينا دول كتيرة سواء في الإمارات أو الكويت أو قطر أو السعودية ابتدت تاخد خطوات غير مسبوقة زي رفع أسعار المحروقات، زي التفكير في فرض بعض أنواع الضرائب، زي اتخاذ بعض الخطوات اللي ممكن يوصف بأنها خطوات تقشفية نسبيا يعني بالنسبة لدول الخليج. اللي بيحصل النهاردة تصعيد أو استمرار لهذه السياسة، وأهم خطوة أو أبرز خطوة اللي هي شغل الناس في الفترة الأخيرة هي الخطة الاقتصادية اللي أعلنت عنها السعودية وسمتها برؤية 2030، وكشف عنها أو بيتولاها وبيشرحها للرأي العام الداخلي والخارجي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولقينا الخطة خلاصتها كده إنه خطة كبيرة جدا وطموحة جدا تقوم على محورين أو ليها هدفين، أنها تزود واردات المملكة العربية السعودية لأكبر قدر ممكن من مصادر غير نفطية، والحاجة الثانية أنه يقلل النفقات بأكبر قدر ممكن بحيث أنه يقدر يتعايش مع الواقع الجديد اللي هو انخفاض أسعار النفط. النفط انخفض في العقود الماضية أكثر من مرة وأحيانا بشكل قاسي، بس في كل مرة كان الأمل قائم في أن تعاود الأسعار ارتفاعها مرة أخرى. قادة الخليج، قادة الدول المصدرة للنفط سواء كان في الخليج، في الجزائر، في نيجيريا، في روسيا، في إيران، يدركون أنهم ودعوا إلى غير رجعة عصر النفط المرتفع الثمن، وبالتالي ابتدى الجميع يعيد حساباته بشكل أو في محاولة منهم للهروب مما يسمى بلعنة النفط. لعنة النفط أو لعنة الموارد الطبيعية تعبير موجود في الاقتصاد يشير إلى أن كتير من الدول اللي ربنا بيحبوها بخيارات كثيرة جدا طبيعية الحقيقة ما بتتطورش كتير، لأنه زي ما بيقولوا في كتاب ألف ليلة، الخبز مخبوز والماء في الكوز، كل شيء متاح، وبالتالي فكرة أن أنت تحاول أنك تبتكر وتشتغل وتنوع مصادرك ما بيكونش الحافز قوي. السعودية
حابة أنها تعمل ده في الفترة اللي جاية، وأعلنوا عن عدة خطوات أصبحت دلوقتي متاحة في الإعلام وموجودة. وقالوا أولاً على صعيد التقشف أو على صعيد توفير النفقات، قالوا كلام كبير جدا فيما يتعلق بفرض أنواع مختلفة من الضرائب، في رفع طبعا رفعوا أسعار الوقود بشكل مش قليل يعني نسبيا في من عدة شهور، اتكلموا على أنه هيحاولوا أنه تكون تبقى المعونات أو الدعم خصوصا بالنسبة للوقود يكون للشرائح المستحقة فقط ولا يذهب هذا الدعم للقادرين. اتكلموا على تخفيض كثير من موازنات الوزارات والهيئات الحكومية بحيث يكون تخفيض رشيد. أوقفوا كثير من المشروعات قدرها ولي العهد بأنها كانت ممكن أن تكبد المملكة العربية السعودية حوالي تريليون ريال في مشروعات لم تكن ضرورية، يعني أوجه الترشيد مشي في مسارات مختلفة. على سبيل تعظيم أو على محور تعظيم الموارد خارج النفط، طرحت أفكار جريئة جدا، منها على سبيل المثال أنه يعملوا صندوق استثماري هيكون الأكبر في تاريخ الكرة الأرضية، صندوق سيادي استثماري، وللناس اللي هي مش متابعة قوي يعني أو يعني اقتصاديا أو مش مهتمين قوي بالجانب الاقتصادي، الصندوق الاستثماري أو السوفرين فاند بيكون صندوق بتنشئ الدول اللي عندها فوائد ضخمة، والدولة بتحاول تستثمر هذه الفوائد في مشروعات تدر عليها مزيد من الاستثمارات زي النرويج زي الصين زي أبوظبي زي الكويت. وبالمناسبة الدول الأخرى اللي هي الكويت تحديدا سبقت دول كتير في هذا المجال، وعندنا كمان صندوق أبوظبي، والسعودية عندها صندوق استثمار. لكن اللي بتحاول تعمله دلوقتي إنها مش تعمل صندوق، مش تحتفظ بصندوق الاستثمار اللي هو صندوق السيادي الاستثمار السيادي عندها، ولكن أن تعظمه جدا وتجعل أصوله أو رأس ماله حوالي 2 تريليون دولار، يعني يعادل تقريبا أكبر هو لوحده يعادل تقريبا أكبر ثلاث صناديق سيادية في العالم، إذا كان الصندوق النرويجي أو الصيني أو صندوق أبوظبي مجتمعين مع بعض. الصندوق ده كشفوا أنه هو موارده هتيجي من عوائد النفط في الفترة اللي جاية حتى وإن كانت متدنية. الأمر الثاني من خصخصة وبيع بعض الأصول، وفي مفاجأة من العيار الثقيل قالوا أنه هم هيطرحوا في سوق المال 5% تقريبا مبدئيا من شركة أرامكو العملاقة اللي هي بتمتلك احتياطيات من النفط أكبر من أي شركة في العالم أو أي بلد في العالم، بنتكلم على أكثر من 260 مليار برميل نفط احتياطات. طيب كل الكلام ده بات معروف، فرص نجاح الخطة اللي بيتكلموا عليها في السعودية مرهون بالتفاصيل، والتفاصيل حتى الآن لم تتكشف بشكل كافي. لكن اللي نقدر نقوله بمنتهى الثقة أنه رغم أن الخطة دي مهمة جدا وهي خطوة على الطريق الصحيح وخطوة تأخرت كثيرا، لكن التحديات هائلة، ويجب أن هذه التحديات هي اللي تطرح وتناقش في الإعلام السعودي وفي الإعلام العربي والإعلام وكل الإعلام وكل أبناء المجتمع السعودي المهتمين بنجاح هذه التجربة، لأن المسألة مش بالبساطة اللي بتطرح في الإعلام السعودي. أذكر لحضرتكم على سبيل المثال بعض التحديات اللي ممكن تقابل هذه الخطة الطموحة. واحدة من هذه التحديات الكبيرة أنه هتكون أول مرة في التاريخ تقريبا بلد بيقوم على اقتصاد ريعي، يعني دولة عندها موارد طبيعية بتيجي من مواردها بتنفق ببزخ على مواطنيها والمقيمين فيها كمان مش بس مواطنيها، تيجي الدولة دي اللي بتعتمد على أكثر من في مواردها بنسبة أكثر من 80% على النفط تقول أنا هغير السيستم كله وهغير الهيكل الاقتصادي كله خلال عدة سنوات. ده صعب جدا، لأنه هذا التغير صعب أنه يحصل بقرار. السعودية عاوزة أن تكون من خلال الاثنين تريليون دولار وهو رقم فلكي تنفق 50% يعني تريليون على استثمارات متنوعة في الداخل، تحول السعودية إلى بلد صناعي متعدد الموارد، صناعي زراعي قليل شوية بسبب قلة المية، وسياحي إلى آخره،
وفي نفس الوقت التريليون دولار اللي هتستثمرهم في الخارج تبقى في مشروعات في أهم الشركات وأهم المشروعات في العالم في كل مكان في الدول العربية وفي الخارج. ومن عوائد هذه الاستثمارات تمثل مصدر آخر للولايات المتحدة بيقدروه خلال عدة سنوات يبقى 100 مليار دولار في السنة. طيب ده صعب، صعوبته في ايه؟ خصوصا فكرة التحول الكبير ده، زي ما بقول لحضراتكم ما حصلتش في التاريخ ان بلد خد قرار غير بالشكل ده خصوصا في عدة سنوات، لان احنا عندنا التغير مرتبط بالبنية اللي موجودة، بالشعب اللي موجود، بثقافته. احنا عندنا السعودية موجود رغم ان بلد حوالي 21 مليون نسمة، عندنا 30% من شبابها عاطل، يعني نسبة البطالة في مصر وهي بلد بتعاني اقتصاديا بنتكلم على حوالي 13%، في السعودية بنتكلم على 30%. وبالتالي لدينا الشباب راغب إما أن يحصل على وظيفة مريحة مكتبية يعني يكون فيها يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده they won't get their hands dirty، مش هيتعبوا نفسهم كتير. وبنلاقي أنه التلتين من الشباب السعودي بيعمل في القطاع الحكومي، فيما القطاع الخاص بيسيطر على 80% منه الأجانب. الأجانب في المملكة العربية السعودية بيمثلوا شريحتين، الوظائف الدنيا بيجوا منها العمالة اللي هي من الدول الفقيرة يعني طوابير طويلة، والوظائف الراقية اللي هي محتاجة معقدة وعاوزة خبرات كبيرة بيجيبوا لها الخبراء من مختلف دول العالم. أما السعودي فمصر على أنه يحصل على وظيفة بنمط معين تناسبه، وبالتالي ده شخص هيحتاج أنه يغير كتير من أدوات تفكيره ومن تهيئته نفسيا علشان يقبل وضع جديد. السعودية 50% منها قوة تقريبا شبه معطلة، ما شفناش بلد صناعي أو استثماري متعدد بتكون في 50% متمثلا في السيدات أو المرأة شبه معطل، بيعمل في أعمال محدودة جدا ولازم في أماكن منفصلة تماما بحكم ثقافة الشعب السعودي المحافظة، وبالتالي هيكون يعني ده تحدي كبير. على العكس مش بس الدول الغربية ولا روسيا ولا الصين، ده حتى الدول العربية، السيدات في مصر أو في المغرب أو تونس من فجر التاريخ بيطلعوا مع ذويهم وبيشتغلوا إذا كان في الحقول أو في المصانع. فكرة أنك تعطل 50% أو تضع قيود شديدة جدا عليهم في بلد عاوز أنه يغير بنيته الاقتصادية، لا مسألة مش سهلة أبدا. في حاجة تانية، التغيرات اللي بتسعى عليها المملكة العربية السعودية هتقتضي منها أو هتتطلب منها تغيير كتير قوي في التركيبة السياسية للبلد، لأنه أنت النهاردة علشان تستقبل قطاع خاص وتستقبل استثمارات وتنوع وتحط تشريعات مختلفة هتقتضي منك أنك تبقى زي بلدان كتيرة في الغرب والشرق، سواء في المنطقة زي تونس ومصر أو في الغرب في كل حتة بقى في كل مكان في العالم، عاوز حكومة تضع قوانين شفافة، عاوز الحكومة تساءل، عاوز برلمان يحاسب. المستثمر اللي بيأتي للسعودية الآن مستعد أن يقبل بأي شروط، لأنه العقود بتمنح في السعودية من قبل الامتياز أو الهبات. في حال تحرير الاقتصاد وبقى اقتصاد مفتوح ومستثمرين بيأتوا بأموالهم وبينافسوا المستثمرين المحليين ومستثمرين آخرين، بتكون لهم شروط أخرى غالبا وفقا لما يطلبوه لا وفقا عادة لما تفرضه الدولة الراغبة في استقطاب الاستثمارات. في حاجة أهم من كل الكلام ده، أن هناك ثمن سياسي لابد من دفعه مقابل تحرير الاقتصاد وتغيير بنيته. ما أنا ما أقصدش تحرير بس الخصخصة، أنا أقصد حاجة تانية، أنه أنت الدول اللي بتقوم على الاقتصاد الريعي اللي ما فيش فيه ضرائب عادة لا يطلب الشعب أو لا ينتظر الشعب أن يمثل في الحكم. في حالة أن الشعب يبتدي يدفع كل أشكال الرسوم والضرائب من أمواله في مقابل الخدمات اللي بيحصل عليها، بتبتدي هنا مطالبه بتزيد في أن يمثل في الحكومة من خلال المجالس المختلفة والبرلمانات المختلفة، وبتبتدي تعلو أصوات المعارضة وبتبتدي تتعدد أشكال الرقابة. كل هذه أمور لم تألفها الرقابة، ففي تاكسيشن يبقى في ريبريزنتيشن يبقى في تمثيل. هل المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج مستعدة لهذه الخطوة؟
هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة. أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله.